صامد يا معطل ودمي سيل صامد صامد يا معطل ودمي سيل ومنفكش 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 احنا منفكش وما يمك انسكت ما يمك انسكت وما يمك انسكت ما يمك انسكت على حقي ما انسكت على حقي ما انسكت على حقي ما انسكت على حقي ما انسكت والولي قال حل قال حل والله حل والولي قال حل قال حل والله حل دريس سهلي تنسيقية الإنصاف هذه لمدة 3 سنوات والأطر العليا المعطلة تناضل من أجل واحد المكسب اللي هو حقيقي وقانوني وتحققه والدستور المغربي تيعطيه لهؤلاء الأطر العليا المعطلة. إذن جميع الأذن الصاغية هناك أذن صاغية لا تسمع لهؤلاء الأطر والأطر الآن اللي وصلت بلغ السيف الزوبة. إذن حنايا كنطلبوا الادماج المباشر لان الهدف ديالنا من هنا. علاش حنا هنايا هنا جينا كنضلوا على حق مشروع وحق حق ضروري لان هنايا جميع الاطر ديالنا واقفين صامدين مجززين النضال ديالهم اللي هو نضال مؤدب نضال ادبي نضال اللي هو اخلاقي نضال اللي هو من اجل مكسب واحد وهو الادماج المباشر في الوظيفه العموميه. لذا نطلب من جميع الهيئات جميع المسؤولين على هذه البلاد هذا ونجد جلاله الملك نصره الله وايده هو انه يدير واحد الالتفاته لهؤلاء الاطر العليا المعطله لانهم وصلوا لواحد المقياس اللي هو ادنى وهذا المقياس الادنى اللي يؤدي بهم الى ربما الى واحد الشلل شلل جسدي شلل فكري ويؤدي بهم الى واحد الشوماج اللي هو او اللي هو فقر اكثر من الفقر. وبذلك نطلب من هؤلاء المسؤولين وعلى راسهم جلاله الملك اذا ندير واحد الالتفات لهؤلاء الاطر العليا وتحيه نضاليه وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.